الرحمن اليوسفي شخصية فذة وقامة شامخة، رجل استثنائي مارس المعارضة في تدبير الشأن العام بكل مسؤولية، رجل تجتمع فيه عدة رجال، فهو مقاوم ومناضل سياسي ونقابي وحقوقي وإعلامي، خدم الوطن داخل البلاد وخارجها، أحد رموز الحركة الاتحادية والحركة التقدمية بل والحركة الديمقراطية في بلادنا. رجل يتميز بصمته، حيث أنه كثير العمل وقليل الكلام. كان يؤمن بأنه لا ديمقراطية بدون وطنية، حيث كان بالنسبة إليه الوطن أسمى شيء في الحياة. ترك بصمات كبرى وناضل من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وحققنا معه مكتسبات عديدة على المستويات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. دافع ورافع عن قضية وحدتنا الترابية على المستوى الدولي، فبفضله سحبت العديد من الدول اعترافها بجبهة انفصالية. سي عبد الرحمن اليوسفي عاش زاهدا ومتعففا، يسكن شقة متواضعة بالدار البيضاء، يكره الامتيازات